السلام عليكم الزوينين، نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. معكم كوتش هلا في فيديو جديد. كنظن كاملين وصلونا لفيديو ديال الطلاب ديال الطب اللي البارح تعرضوا لواحد الهمجيه، واحد رده فعل حاشا واش نقولوا، رده فعل الناس طلاب ديال الطب اللي غدا يقدروا يحلوا العقل ديال ولدك ديال مراتك، يديروا لي اوبيراسيون عمليه، يقدروا يحلوا القلب ديال ولدك ولا القلب ديال بنتك، تقدر توصل انت للسبيطار الرجل ديالك غادي تقطع ويجي واحد طبيب عنده كفاءه وعنده المورال، حيت المورال مهم في الاوبيراسيون، باش انه يدير لك واحد العمليه. وعيب عيب وحشومه نشوفوا البلاد ديالنا المغرب اللي كنقولوا مروكو اللي غادي نستقبلوا كأس العالم، وما كاين غير الإشهارات والفلوس ومراكش والطنوبيلات ونشوفوا كيفاش إنسانيا كنتعاملوا مع طلاب الطب. هاد الشهر هذا كاملين دوينا على الهجرة السرية، على الولاد اللي ما قراوش، على كل شيء لقى شي حاجة ما يقولها، على الوليدات اللي عندهم 15 عام 12 عام باغيين يهربوا من البلاد، سير ولدي تقرا، راه مشكل ديال التربيه، والديك ما قراوكش، البنت اللي تحرشوا بها، الوليدات ما رباتهمش الام ديالهم ولا الامهات ديالهم، كاين عندنا مشكل ديال التربيه، عندنا مشكل. اها فاش الوالدين رباو، وفاش الوالدين سهروا، وفاش الوالدين خلصوا، وفاش الوالدين قراو وكانوا المساند الرسمي لولادهم باش يديروا الدراسه ديالهم، يديروا لا ميديسين، يديروا الطب باش يخدموا البلاد، وما مشاوش قراو برا، وما مشاوش بغاو يخدموا برا، بغاو يستثمروا ولادهم في المغرب باش يكون طبيب في المغرب، باش تكون فرمليه في المغرب، باش تخدم بلادها. حيت لما كانش عندنا القطاع ديال الطب، شنو عندنا؟ قولوا لي شنو عندنا؟ شنو غنديروا بهاد المغاربه هادو اللي غادي يمرضوا؟ شنو نمشيو ندفنوهم؟ ولكن حنايا هاد الناس اللي كتعرفوا شنو هي دخول كليه الطب، كتعرف شنو هي لا ميديسين. انا كنت سيونس مات، وبصراحه لا ميديسين كتخلعني. خاص يكون عندك واحد العقل، واحد المايند سيت، واحد الصبر، واحد لونفيرونمون اللي كيعاونك معنويا باش انك تقرا، حيت الحفاظه بزاف عندهم، الحفاظه بزاف، خاصك تكون عارف بزاف ديال الحوايج، والعقل ديال الانسان ما يمكنش ليه يستوعب كل شيء، وخاصهم يستوعبوا كل شيء. فاش كنوضو حنا كطلاب ديال الطب اللي باغيين نخدمو في بلادنا، نستثمرو في بلادنا، نديرو شي حاجه لبلادنا، حيت عندنا الوطنيه، نتعاملو معاهم بالتعامل ديال الكلاب. نشوفوا الفيديوهات. هاد الام ربات ولادها وسهرات على ولادها، شوفي واش عندها ولد ولا بنت، بغات تكون فخوره بولدها ولا بنتها، ماشي تبقى تجري مع العشرة ديال الليل ولا ما عرفتش شحال في الساعه باش خايفه انهم يضربوهم انهم لا لا. شوفوا معايا التصويره ديال هاد الولد هذا اللي مقطع عليه مسكين حوايجو، اعلم الله باش تضرب. حنا راه ما كنهضروش على الضريب ديال الشماكريه مولاي السلطان ولا لا مولاتي، حنا راه كندويو على الضريب وتعامل همجي ديال الكلاب مع ناس غيوليو اطباء، غيشافيو عائلاتنا وغيشافيونا حتى حنا. هاد رجل الامن اللي مد يديه على البنت، انا كنطالب من خلال هاد الفيديو، ما غاديش نوقف غير عند هاد الفيديو ديال اليوتيوب، حيت عندي ليكستري ديال وجهك وكتدفع البنت باي حق، باي حق كرجل امن كتمد يديك على طالبه باي حق؟ شنو في الدستور اللي عطاك هاد الحق؟ شنو لقيتيها كتهرس لك في الشجر، كتهرس لك في البيبان، كتضرب بالحجر؟ شنو شكون اللي عطاك الحق؟ شكون اللي عطاك الحق؟ عندك يسحب لك الا كنتي رجل امن، الدور ديالك هو الحمايه ديال المواطنين، وعندك دور مكتوب نوار سور بلون،
ما عندكش دور انك تمد يديك، ما عندكش. الا كنتي قليل الادب كرجل امن خاصك تربى، الا كنتي قليل الادب كرجل امن خاصك تربى. هذاك الدور ديالك وهذيك المهنه ديالك خاصها تنتزع منك، حيت ما عندكش الحق، ما عندكش الحق. حنا الملك ديالنا اللي مبايعينو كيقولنا شعبيه العزيز، ماشي انت باش جيت تبقى تنقص بحال هكا كتصرفق في البنت وتدفع فيها. شكون اللي عطاك الحق؟ خاصكم تشوفوا الفرقه الوطنيه اللي كيديروا التحقيقات الحقيقيه في البلاد كيفاش كيتعاملوا مع الناس. ترى كيستقبلوك بكل احترام، وليدات قاريين، وليدات مربيين، بغيتي قهوه تيجيبوها لك، بغيتي كاس ديال الماء تيجيبوه لك، بغيتي تنوض تصلي كيخليوك كيعطيوك فين توضى وفين تصلي، وكتدخل البيروات فيهم غير ريحه العود، ريحه العود الاصلي. الدراري كيفاش كيتعاملوا، كيفاش كيهضروا، التحقيق تيكون بشويه. تجي نتايا قيل ما عندكش حتى الباك جاي كتدفع في بنت اللي هادي، هاد البنت هادي واحد النهار دير عمليه لبنتك، وما كراتش يبقى عندكم غير دوك الاطباء اللي كينساو المقوصه. واحد كان كيقرا في الطب حتى كيلقى راسو طالع في الصطافات، علاش؟ حيت داير مظاهره سلميه كيطالب على حقه. واو. غادي نقول لكم احسن جمله في هذا الفيديو، عرفتي باش غتسالي؟ عندك يسحب لكم هاد القمع وهاد الهمجيه، هاد الهمجيه والقمع كتسكت بها انسان مواعيش ومقاريش. سمعتيني؟ تنقمعوا وتنضربوا انسان مقاريش ومواعيش. الانسان اللي قاري واعي، غتسمحوا لي على هاد الكلمه غادي ندوزها، واخا تكونوا دايريني في التلفازه، واخا تيتفرجوا فيا والديكم غيقولوا سير بنتي الله يرضي عليك. الانسان اللي قاري واعي وتتحقرو وتتبغي تقمعو وتضربو، تيخورك اكبر تخويره في التاريخ، حيت كتكون انت معول عليه. ونهار كتعول عليه تيقول لك باي باي مود افيون، جو نو سوي با ديسپونيبل، انا ما كاينش، انا كاين في واحد البلاد اخرى اللي كتعرف القيمه ديالي وكتقدرني وتتعامل معي كانسان، كانسان. عيب كمغاربه 2024 نستقبلوا كاس العالم مازال كنضربوا بنات، مازال كنصرفقوا بنات، مازال كندفعوا بنات، مازال كنطلعوا ولاد دايرين مظاهرات في الصطافات. والله لا يضحكوني كثيرا فاش كنشوف الخرجات ديال السي عزيز اخنوش، كيجيني واحد الاحساس كانه ما ساكنش معنا في المغرب، ما ساكنش مع المغاربه في المغرب. كنظن ان السي اخنوش عندك انت واحد المغرب كاين في واحد القاره اخرى فيها غير البرجوازيه وكلشي زوين، كلشي بوغوس، وفي حتى لافوكا، والمغرب الحقيقي ما كتعرفوش. حيت ما يمكنش انا رئيس حكومه عنده انستغرام 400K وكندير دي بوست، يعني انا جو سوي كونيكتي مع الشباب، حيت الانستغرام ديال الشباب، ما غاديش تلوح بوست في الانستغرام ديال شي واحد عنده 90 عام. انت ليحو للشباب، هو تواصل مع الشباب، بغينا تواصل مع الشباب، تواصل مباشر مع الشباب. شنو فيها رئيس حكومه لا دار ستوريات، اتي هز التليفون، ايمانويل ماكرون تيدير تيك توك. ندخل التواصل مع الشباب، تكون حركه همجيه ولا عنف بحال هكا ضد الشباب، ضد الطلاب، طيب ندير ستوري، اه كطلب 30 ثانيه باش نحسس الشباب اني معاهم،
اني ما متفقش على هاد الهمجيه، ما متفقش على هاد الضرب، خاصك دير لايف. اه دير لايف واش فيها؟ دير لايف وتواصل وتجاوب على الاسئله، هنا نحسوا بك بصح كونيكتي مع الشباب، راه حيت الشباب اللي غيصوتوا عليك، الشباب اللي صوتوا والشباب اللي غيصوتوا والشباب اللي كيصوتوا، باش نكونوا. الا ما دخلناش في تواصل مع الشباب في 2024، مع من غادي ندخلوا في التواصل؟ مع من؟ مع الناس اللي كياخذوا الرشوه؟ مع من غندخلوا في تواصل؟ راه الشباب راه هو المستقبل. واش تي الشباب الا ما احترمتوهش، الا ما احترمت الدوله كامله، الا ما احترمت الشباب، الشباب غيدير اكبر حشيه للدوله هو انه ما غيكونش. ادمغه غيهاجروا لشي بلاد اللي كتستحقهم، غيهاجروا لشي بلاد اللي كتعطيهم القيمه ديالهم. الادمغه كاين شي بلاد كتمشي بلا ادمغه، شكون غيبقى عندكم في المغرب؟ غيبقى عندكم سطوله. ايوا سير خدم ليا، خدم ليا مع السطوله وخرج ليا بدي بوست انك كتوفر فرص الشغل. شكون اللي غيخدم لك انت فرص دوك الشغل؟ شكون؟ مول البطاطا، مول مطيشه، واحد ما شادش حتى السادس، انت بني ليا مستشفيات، شكون اللي غيخدم فيهم؟ شكون؟ واحد ما عمره ما شكون ولد شينويه، شكون اللي غيخدم فيهم؟ شكون؟ شكون؟ راه لا انا ما تعاملتش مزيان مع قطاع التعليم وقطاع الصحه والاساسيات والبنيه التحتيه، وشجعت على التعليم وتعاملت مزيان مع هاد البنيه التحتيه، هاد البنيه التحتيه غادي تخوي بيا، غتخوي بيا نهار غنبقى نتبوزق وغنبين اني المغرب ولا واحد البلد واعر واقتصاديا قدرنا نديرو وهذا. اما اقتصاديا راه ما قدرتو ديروا والو، بما ان واصلين لهاد الهمجيه هادي، وقطاع التعليم في الحضيض، وقطاع الصحه في الحضيض، والبنيه التحتيه في الحضيض، واخا تبقاو تبنيو في العمارات، تبنيو في العمارات، تبنيو العمارات، غيبقى عندكم غير السطوله في المغرب. واش هاد السطوله هما اللي غيضربوا اكبر حشيه للدوله. كنظن خاص تكون واحد الالتفاته جديه جديه قطاع الشباب، والشباب اللي باغين يقراو واللي قراو واللي كيبينوا انهم يقراو، ونحسوا هاد الشباب ان احنا بصح معاهم، حيت ماشي الشباب اللي محتاج للدوله، الدوله اللي محتاجه للشباب، حيت ما عمري ما شفت شي دوله تقدمات بلا شعب. ولا كان الشعب عامر غير بالسطوله، الخبر في راسكم.